أعطيك. يخرجون جثة ابنتهم من قبرها 13 يوما بعد وفاتها. نينا ثاني مسكينة. نينا متربية ومتقفة. قصة العروس يسرى التي تنبعث من قبرها روائح المسك. اللي خرجناها من القبر كأنه رقدة. رقدة وعودوا داوها وعودوا ردوها 4 أيام. كيف؟ يشغل عود الدم ولا في وجهها كأنه قاعدة نورمال. عائلة رغيس تهدي الجزائر بطلا وشهيدا. ما راحش ودا روح معاه ولا المهم خايف عليه من ربي سبحانه أول شيء وكل شيء. في حياتي ما سمعت بميت جبدوه من القبر. كل هذا وأكثر ستتابعونه في العدد القادم من برنامج عشت وشفت. أهلا بكم. يبدو أن إدخال الميت إلى قبره ليس نهاية قصته، لأننا في هذا العدد من برنامج عشت وشفت سنعود إلى قصة العروس يسرى التي أخرجت من قبرها 13 يوم بعد دفنها ليكون جسدها المعنف شاهدا على من اختالها بدم بارد. هذه القصة وغيرها لا تقل عنها بشاعة سوف تكون محور هذه الحلقة التي ترافقنا فيها الأستاذة الجامعية فريدة عبري. مساء الخير. أهلا وسهلا أستاذة. ويرافقنا فيها أقرباء الأشخاص الذين سوف نتحدث عنهم. سنتوقف مشاهدينا الكرام مع فاصل قصير ونعود لبدء الحلقة بشكل رسمي. ابقوا معنا. ولا غنشوف نزوج وكي زلابي الصباح هذه اللي حابين نحوها لي كيف نحو كيف غنسيو مكي عيشه بيه اتفقوا معي ازاي باش ولا كيا ان شاء الله بس لي كنا على الصحراوي واسي أبشع ما يمكن أن نعرضه عليكم وأبشع ما يمكن أن تسمعوه أن تضطر عائلة إلى إخراج ابنتهم من قبرها 13 يوم بعد وفاتها. ونلفت عنايتكم مشاهدينا الكرام إلى أن هذا الموضوع يعرض لأول مرة على القنوات الجزائرية وفي الإعلام بعد أن تناولته الصحف. ونحن في برنامج عشت وشفت نستقبل حصريا والدا العروس المغدور بها يسرى. والدها السيد بوثلجي. الخير. لباس الحاج. لباس الحمد لله يا ربي. الحاج عظم الله أجرك. يعني طول عمرك. صلى ربي صبركم على فراق بنتكم. الله طول عمرك. ويعطيكم صحة كي جيتوا يعني رغم المصاب الكبير بصح جيتوا باش يعرفوا الناس وش صرا لها بنتكم. احنا جينا على جل الظلم على هذه جينا. أولا نقدم نفسي الخاص. بوتلج الشريف حي بن حمدان بلدية بن خليل ولاية البوليدة. ونشكر الأمن الوطني الدرك الوطني حتى الحماية المدنية. ونشكر ثانية كذلك مجلس القضاء ولاية البوليدة محكمة بوفاريك يعني جزاهم الله خير. كما يقولوا الجيش الأبيض مستشفى بوفاريك جزاهم الله خير بصح ماشي كاع كاين شي ناس الإنسان يهضر الحقيقة فهمت؟ طيب كاين شي ناس ملاح وكاين شي ناس لا طيب الحاج دوكا كي تقعد نعرفوا شكون اللي يستحق الشكر وشكون اللي لا يستحق الشكر في هذه الجريمة المدوية. شكر هذو اكتشفوا الحقيقة. دوك الحاج تبعني أنا دوك بالعقل يعرفوا الناس وش راهو صاري. اسمح لي الحاج نرحب بوالدة يسرى ربي يرحمها الزوجة ديالك مدام ربي يبارك فيها. صافا الحجة لاباس الحجة راكي اليوم راكي قاعدة مع ولادك يعني احنا ولادك والجمهور الشباب اللي راهو هنا راه مكمل ولادك وكامل راهم يساندوا فيك باش تقدري تحكي واش صرا لبنتك لانه كاين الناس ربما يقتلوا الناس عن بالهم باللي ارواح وقتل وينساوهم الناس بصح ان شاء الله بهذه البرامج وبهذه المبادرات ذكرى هؤلاء الاشخاص تبقى موجودة يعني باش الناس يعرفوا الحقيقة. هي يسرى للاسف ما راهيش معنا باش هي تدافع على نفسها بصح انتم راكم هنايا في بلاصتها. الحاج يسرى ربي يرحمها هي في الاصل هي
نهار اللي خرجناها من القبر كأنه رقدة رقدة، وعودوا داوها وعودوا ردوها 4 أيام كيف كيف، يشغل عود الدم ولا في وجهها هكذا كأنه قاعدة نورمال ماهيش ميتة كاع. على بالك الحاج، على بالك باللي شغل أنا في حياتي أنا نسمع بزاف قصص غريبة وعجيبة، يعني في حياتي ما سمعت بميت جبدوه من القبر. يعني أنا على بالي علاش جبدتوها، بصح القرار تاع أنه تجبدوها من القبر كيفاش عشتوه أنتوما؟ كان متعصب بزاف وقال أنا ما ضربتهاش، قال هكذا بصبعي ما قستهاش هذا الخليقة هذه، قال ما ضربتهاش، ودرك الدولة تاعنا تحب الحقيقة ما نجموش يرفدوها قبل ما يكتشفوا الأمر. فأنا درت شكوى قضائية وجاو خرجوها من القبارة وداو لها الشريح لقاوها ميتة بالضرب، اللحم نتاعها كاع زرق، ضربها هنا في راسها، ضلعها هنا مكسرة، المهم هكذا ما متصورة ما عندهم هنايا، هكذا ما بين 4 صباعتين ما تجيش ما بين ضربة وقتها، كاع اللحم نتاعها ماشي غير هنا ولا هنا ولا كاع اللحم نتاعها كاع. أستاذة فريدة أنت شفتي الصور تاعها ورينا لك الصور، هي للأسف الصور لا يمكن عرضها على المشاهدين لبشاعتها، ولكن صور توضح كيف تعرضت عروس في 4 أشهر فقط من زواجها إلى مختلف أنواع التعذيب التي تخطر على بالكم والتي لا تخطر على بالكم إطلاقا، ولكنها تعرضت لها يسرى ربي يرحمها. الحج شوف باش يفهموا الناس واش صرا، نبداو القصة من الأول، نبداو من الأول كيفاش ديمارات هذه القصة المأساوية. يعني نبداو من نهار اللي جبت أنا علاشك عاجبني الحاج لأنه الطفلة هذه أنت جبت كفلتها، هي ماشي بنتك من صلبك بصح راك تدافع عليها شغل وكأنه أكثر من البنات من 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 صلبك. بنتنا وبنتنا كتر. أنت كنت تحبها من 3 شهور كثر، وأنا نعرف قيمة اليتيم، أنا تربيت يتيم ونعرف قيمة اليتيم، وسورتو هي طفلة ماشي طفل، لو كان طفل شوية شوية طفلة قلبها ماشي حطمها بالضرب وحطمها بالهدرة. حتى الهدرة كي نعيطوا له نقولوا راح نجيو نشوفوا بنتنا يقول لنا روح ونستنى فيكم في الطريق، كي نروحوا انا وهادي نلقاوه برا في الطريق يستنى فينا، يقول لنا دروك جات يما داتها وراحت، دروك داتها يما وراحت وطرق باش ما نشوفوش حنا اللحم نتاعها كبا وزرق، غلق عليها في الدار كي نروحوا حنا يعاود يطلع عليها يقول لها شوف جات يماك وباباك وما حبوش يشوفوا، كرهوا منك كرهوك خلاص. طيب طيب الحاجة انا نهضر شويه مع والدة يسرى، مدام كيفاش تعرفتوا على هذا الانسان اللي راهو حاليا في السجن بحكم مؤبد؟ جابتو عروسة خالي، رحنا وحدنا مات وليد خالي ديتها ورحنا، يا اخي قالت بنته وليدها يخدم عنده في الصاله، عنده صاله تاع العراس، يا اخي قالت له واقيلا نوروا يسرى العزيز كي شافتها عجبتها هي شابه، قال لها نقول له، كي قال له تخطب سمعنا تخطب. ما بيب في ثاني جا فتح في شهر ولا شهرين قضى الصلاح. سقسيتوا عليه؟ سقسينا، يخافوه الناس يخافوه. سقسيت اللي نروح نسقسي جيرانه يقول لي مليح خالحهم بلا بوليس. اللي نسقسيه يقول لي مليح، اللي نسقسيه سمعت باللي بوليس، قال لي واحد كان بوليس وخرج له روتريت، ما قاليش انا دار ديكا وخرجوه ولا ايوا. وكلمه لابوليس هذه باش يعرفوا الناس باللي هذا الانسان ماشي بوليسي. انا زوج مرات يوري لي كارطه انا ضابط الشرطه، وكاين شي ناس لدرك مازالوا يحسبوه ضابط الشرطه وهو كذاب ماشي ضابط الشرطه، باش الناس يعرفوا يعني الحقيقه باللي هذا كذاب، هذا مجرم 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 مجرم. اسمح لي فقط تعقيب على هذه الهضره تاع انه رحت سقسيت على انسان وقالوا لك مليح، يعني للاسف بكري كانوا الناس يديروا الثقه في الناس، واحد كيجي يناسب واحد يسقسي عليه الناس يمدوا له الطالع الصحيح، بصح درك للاسف اللي مليح يقولوا عليه ماشي مليح، واللي ماشي مليح يخافوا يقولوا عليه ماشي مليح، يعني وتتطفر في عائلات كما عائله. طيب الحجه قلت لي هو جا خطب ودرت العرس وتزوجت يعني هو جاكم بوجه ومن بعد اكتشفتوا الوجه الاخر، واش كان يدير لها؟ يضربها كاع عارف، يخبط لها راسها على السور، وديك جات قعدت هي مال، قالت لمرت خوها ما نجمش نمشط شعري، قالت لها مشطي لي، كي مشطت لها مرت خوها راسها كاع درن تبكي، تمشط لها مسكينه الله يرحمها وهي تبكي. يبات يخبط في راسها، كي جاوا الجيران نهار 3 أيام قالوا لي ولا كنا نسمعوها، قلت احنا ما عيطتوليش ولا جو تقولوا لي ولا، قالت لي نخافوه، قالت لي المرة الأولى هكذا كان يدير لها، كي طلعنا نسلكوها رابطها بالسلك وطبعني، المرة جارتهم، قالت لي طبعني وغلق الباب، قالت لي مالا نخافوه،
قلت لك ترسلي لي، قالت لي مع من نرسل لك؟ قالت لي ما عنديش النمور تاع التليفون تاعك. وهي ما خليهاش تهضر معايا في التليفون محرمه. ميم با الو ماما ولا مرت خوها ولا ما تعيط لناش كاع مسكينه. ولا ما تعيط لنا في التليفون. بدات تخبط لها في راسها على السور ويكركرها من البيت للبيت. وتعبد له تلبس له حاشاك صباط كي يكون راح يصلي تحط له الزربيه يدخل لصال دو بان توضيه. لبسوا العبايه واحد النهار انا ثم وهي داخله مع لصال دو بان يسرى ولا كي رايحه الله يرحمها قالت لي حنوضيه. وتكفى توضي توضي له حاشاك رجليه حاشاكم. وتكفى توضي هذاك هكذاك تروحي توضيه. قالت لي ماما نخاف. قال لها روحي روحي تقعدي مع ماما قالها نتوضى وحدي. طيب هو سقسيتيها انت قلتي لها علاش هو يضرب فيك بهذا الشكل؟ تخاف واش تقول لي مسكينه. صح وعلاش وعلاش ما ولاتش للدار؟ وتك ولات مسكينه ومن بعد قالت جاو داوها انا ما نجبش. طيب الحاج بنتك ربي يرحمها كي كان كي كان يضرب فيها لانه ماشي غير واش تحكي الحاجه كاين هنالك تفاصيل ذكرتها التقارير القضائيه ولكن لا يمكننا عرضها على المسامع المشاهدين لانها فظيعه. يعني انا قلت لكم التعذيب الذي يمكنكم ان تتخيلوه والتعذيب الذي لا يمكنكم تخيله كله عاشته هذه الطفله مسكينه وهي صغيره في السن. الحاج كي كان يضرب فيها بهذاك الشكل علاش ما ولاتش للدار وقعدت وانفصلت؟ كي ضربها الخطره الاولى جات لعندي للدار وقعدت حوالي شهر عندي في الدار وجات يماه وجات اخته ومام هو اخته قالت لنا باللي راها ندام وقال ما نجيش نضربها وحنا من عادتنا ماذا بينا ما نهدموش البيوت بالك على البليس بالك يعني كل دائما وهو تراك هذا ما ينعيش بليس مجرم 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 عاود ولات ليه كي ولات ليه عاود بالضرب اكثر من بكري اكثر وكي كان يضربها في الاول وجات عندي قعدت عندي شهر درت لها سيرتيفيكا عندي سيرتيفيكا تاع الطبيب عندي وخليتها عندي حتى السيرتيفيكا الثانية عليها اللي هما زدت. وكي ضربها وداوها للسبيطار شوف على الوحدة نتاع النهار. ضربها وشرب لها الأسيد وهي طفلة خلاص يحسبها ماتت. كي داوها للسبيطار بدلوا لها الأسم داروا لها اللقب نتاعهم. يماه قالت لهم هذه بنتي أخته معاهم قالت لهم هذه أختي هو من كانت مرته ولات أخته. بحسب لو كان ماتت كانوا يدفنوها ويديكلاريو بهذه باللي هملت ولا مانيش عارف كيفاه. هذه قضيه نتاعو هذا. إيه. من الوحده حتى الخمسه نتاع العشيه باش فطنت كيف فطنت لقات الفرامله ضاربين فيها والطبيبه قالت لهم قالت لها واحد الطبيبه دروك ها يماك وها اختك وها الملاله انا هذه ماشي يما انا يما وبابا راه في بن حمدان. قلت لهم راه في بن حمدان اخي كاين واحد الانسان صعب الخير ما يخلصوش على كل حال عيط لي ورحت لقاها ما بين موت وحياه ما بين موت ولا غيرها يقول لك ما تفطنش يومين ثلاث ايام باش تفطن ساعه زوج باش تعاود تولي كيف خلاص حطمها خلاص. سأعيد شرح هذه النقطة فقط للمشاهدين. بحسب أقوال السيد بوثلجي فإن ابنته تعرضت للضرب والتعذيب من قبل وأفعال كثيرة أخرى ذكرتها التقارير القضائية والأحكام القضائية تعرضت لأشياء شنيعة وفظيعة جدا إضافة إلى سائل حارق في بطنها. قام زوجها بأخذها إلى المستشفى وقدمها على أساس أنها مسمات باسمه يعني ادعى أنها أخته وأحضر أمه وأخته اللتان أكدتا كلامه بما يعني أن والدة زوجها وشقيقة زوجها قالوا أن هذه يسرى هي ابنتهم في الأصل وليست زوجته. وبعد استيقاظها من الغيبوبة استيقظت يسرى وطالبت أن يتم الاتصال بوالديها. كانت هذه بداية الأشياء الغريبة العجيبة التي حدثت في قصتها. طيب الحجة هنا وجاو يحكي الحاج هو نهار رحتوا للسبيطار وشفتوا باللي شفتوها يعني في هذيك الحالة كان لاسيت في كرشها وما كانتش تشوف وما كانتش تسمع من الضرب ما كانت لا تشوف لا تسمع لا تهضر وكان عندها ضلع مكسر على الجهة اليسرى. طيب هدرتي معها انت؟ انا قعدت معها شهرين في السبيطار. واش كانت تقول لك؟ كانت تقول لي ما نوليش لي ويعذبني وقالت لي بالك ماما نولي لي ها قالت لي قبالة قلت لها بو بنتي قالت بعد تلفت صباحها تولي تشهد تقول لي واقيلا انا حنموت ماما ولا لا بنتي زل عليك ونديك لعندي تولي لاباس عليك. كان باين عليها بلي راح تموت. هي مسكينه عارفه روحها في الاول كانت تمشي حاشاك نديها لبيسي
ومن بعد ولات مسكينه بالسيف نسحبها باه نديها ما تنجمش خلاص هبط بيها كلش. وكانوا ما جازوش 4 شهور على الزواج. 4 شهور كانوا عندها. 4 شهور. 4 شهور ايه. طيب اسكو هدرتوا معاه وقلت له علاش راك تضرب فيها؟ قلت له عيطت له واحد النهار قلت له بالك تزيد تضربها؟ قال لي ما تزيدش تقولي لي بالك، قال لي يما ما تقوليش بالك. ما تزيدش قاعد تذكري لي بالك، قلت له واش انا مالا قتلها؟ قلت له كيما نقول لك شي بالك. مخبي لها ذهبها ما تديروش. الحوايج ما يخليهاش تلبس، البلايق قجر دات صبابط وبلايق حاش السامعين غير الحاجه العزيزه. نلقاها تخدم في الشغل بالحفا مسكينه، نقول لها يسرى كلاكيت تاعك وراهم بلايقك وراهم صبابطك. تقول لي ماما ما يحبش، نقول على دار ذهب ولا سجاج البسي. ولا البسي له درت لك انا ذاك الخير باه تلبسي. تخافوا. هكذا تدير منه. طيب. حوايجها وما ذهبها مخبيه لها. طيب اديتوها واحد المره من بوفاريك حتى لمصطفى. ايه مصطفى باشا. مصطفى باشا اديناها. إيه. واش صرا في الامبيلونس؟ هذيك النهار اللي ضربها، النهار اللي ضربها في الليل. اديناها لمصطفى باشا في الليل انا وهذه راكبين معها في الامبيلونس. كي لحقنا مصطفى باشا في الليل دخلناها وين يعقبوا لها راديو ودخل معها هو. كي عقبوا لها راديو على صدرها عاود خرجها هو خرجها ما 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 من الاخر خرجها داها قبالها الامبيلونس وغلق الباب وقلعوا بالامبيلونس البوفاريك. خلونا في مصطفى باشا في الليل وراحوا البوفاريك. انا هذه نحوس عليها نلقاها قاعده فوق واحد الكرسي حجره قاعده ملتمه غير الصباح ولا غير الصباح 11 نتاع الليل جبتها من مصطفى باشا البوفاريك. كي لحقت البوفاريك لقيته في البيرو نتاع الطبيبه، الطبيبه اللي عقبت لها وهذاك اللي يمشي مع المريض اللي يمشي في الامبيلونس مع المريض نلقاه يقلب يحوس على الدوسي نتاعها وراه يا يحرقوا الدوسي هذاك ولا يحوس على الشهاده الطبيه باش ينحيها. هذا ما كان. وكي لحقت انا قال له شوف حوس وروح ليا رجليك. يعني واش يحب يقول لرجليك مثلا؟ او يحوس على الدوسي شهاده طبيه باش يديها يقطعها هذه غارونتي. هذا ما كان. هذا ما كان. الحاجه قلتي لي انت عيطتي له وقلتي له علاش راك تضرب فيها؟ قال لك ما تزيديش تقولي لي وعلاش نضربها. قال لي ما تزيديش تقولي بالك تزيد تضربها. قال لي ما تقوليش كلمه بالك. طيب قد يعتقد المشاهدون أن والده يسرى ربي يرحمها ككل ام قالت للزوج بنتها ما تضربهاش لانه ربما كان تتخيلون ان الضرب كان عادي. ولكن نحن نظرا لان الصور التي بحوزتنا المتعلقه بالملف خطيره جدا وحساسه جدا تمس بكرامه يسرى وتمس بكرامه عائلتها وذكراها. نحن سنطلب من الاستاذه الجامعيه فريده عبري الامينه سنعرض عليها الصور وستحاول بطريقتها على طريقتها من امراه لامراه ان تصف لكم نوعيه الصور التي تحصلنا عليها. استاذه فريده اعتذر عن بشاعه الصور ولكن حاولي نقل ما تشاهدين. طلعي برك في التليفون وشوفي. يعني انت في مجال القانون ومجال النضال ولم تستطيعي رؤيه فما بالك عمري في حياتي ما شفتش هكذا والله ما شفت كارثه ما فاق درجه التعذيب هذا مستحيل يكون يا حفيظ فما بالك هي اللي تعرضت له هي كيفاش كانت تعيش في هذه الاشياء الله يرحمه سعيد طيب يعني حتى الكلمات يعني لا نجد حتى كلمات لتصف لانه التعذيب هذا ماشي تعذيب وهذا ماشي ضرب وهذا ماشي اعتداء هذا الشيء يفوق حتى الخيال. نحن نتحدث عنه ولا نجد الكلمات لكي نصفه فما بالك بطفله صغيره صبيه يتيمه
يعني السيد بوثلجي كفلها هذه اليتيمة، أحضرها من المستشفى، كفلتها والدتها، فما بالك هي كيفاش كانت تعيش في هذه الأشياء وحدها مسكينة. أم يسرى، أنا نعاود نطرح لك سؤال تاع من قبيل، هذه بنتك أنت ربيتيها، يعني ربيتيها في حضنك هذه السنوات كامل، جبتها من 3 شهور وتحبيها أكثر بالك من الأم اللي نحبها، ويا حنينة ثاني مسكينة، حنينة متربية متقفة، ما نسمحلوش دنيا وآخرة، ومام هي في السبيطار قالت لي ما نسمحلوش ما نسمحلوش ما نسمحلوش، هو اللي دار لي هكذا، ما نسمحولو يتعذب في الدنيا ويزيد في الآخرة إن شاء الله. هكذا راهم يقولون خرجوه يما، قالت لهم بمليار نخرجوا، بزوج ملايير نخرجوا، وما في السبيطار انا نغطسها معاه، قال لي الدراهم كاين وما دير والو، الدولار عندي، الدوشمارك عندي، الدينار عندي، قال لي الين نتاع شنو هو عندي، ولا غير هكذا، ملي ما دير والو ما نعرف واش ندير، قال لي خاطرش كي يجي في الليل تما خفت لا يدير كانش ديقه، قلت له ما تزيدش تجي لهنا نتلاقاو في دار سرع، قال لي نعرف واش ندير، ما دير والو والو. حاجة اللي نشوفها بعيني نقول لك بعيني، أنا لقيتها هكذا ولا غير هكذا، هي مسكينة هكذا، هو داير صبعتيه هنا 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 هكذا، بس لو كان تذكروا باللي هو شرب لي لاسيد ولا هو دار لي تما يجيفها، يعني غارونتي. ومام هاي كانت تما كي راح يجيفها واحد النهار، وعيطت له ونار العياط، واحد الطبيبة عيطت لابوليس، جاو لابوليس وخرجوه، والطبيبة هذيك راح يضربها، قال لها علاه تعيط لابوليس، راح يضربها، مجرم، نقول لك مجرم الكبار، مجرم ماشي بنادم كاع، كما قال لي وكيل الجمهوريه، قال لي الحيوان خير منه، هذا ماشي غير الحيوان خير منه، حيوان خير منه، قال لي هذا وحش 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 وصح وحش. طيب كيفاش حتى جبتوها من القبر؟ كي جبدناها من القبر، انا كي رفضنا دعوه قضائيه، باسكو قالوا لكم سبب الوفاه طبيعي. ايه احنا كي طبيعي، كيفاش طبيعي؟ هذه اللحم نتاعها ازرق وطبيعي، منين طبيعي هذا؟ كيف طبيعي؟ ايه روحنا شكينا، كي شكينا يعني وكيل الحق نتاع ربي، كلو كلو كل بوليس الجدارميه وكل الجمهوريه، وكل الجمهوريه انا والله ما نعرفه، غير هو جاليه هذا الانسان مهم، راجل ولا غير هو جاليه سقساني، قال لي الحوايج اخرين كاع راني عارفهم، قال لي بقات لي الضرب على يضربها، وانا واش نقول لك دروك الضرب ما عنديش كيفاش نقول لك. النهار اللي قلت له والله غير ولا يضرب في راسه، قال لي هذا ماشي بنادم، ماشي بنادم، قال لي الهايش تعرف طريقها وين تروح، والله غير هاك. كمل لي الحاج في القبر؟ 13 يوم، وكي خرجناها من القبر كانه راقده، والله غير راقده نورمال، وكي داوها طلعنا للبليده عند الشرطه الجنائيه لا لا الحاج احكي لي كيفاش كانوا يحفروا في القبر، احكي لي كيفاش كانوا يحفروا، كيفاش جبدوها؟ لا احنا حفرنا انا ولدي، احنا خرجناها. ايه احكي لي، ايه احكي لي هكا. ماشي واحد اخر، احنا خرجناها، احنا ما كانش واحد براوي دخل تما، نقولوا الامن دار بينا، واحنا حفرنا واحنا خرجناها، واحنا كانوا كل الجمهوريه تما، طبيب الشرعيه تما، كلها تما، وكاع شافوا الحقيقه. ضابط الشرطه هذاك في البليده قال لي كشافي عليا كي خرجناها من القبر، قلت له والله ماني عارف. الحاج كمل لي في الحفير، احكي لي كيفاش حفرتوا، شحال قعدتوا انتم تحفروا، فجبتوها واحدة احكي الساعة. اوصف لي مليح العملية. واحدة الساعة ونص هكذاك باش خرجناها، ماشي غير ساهل باش تخرج التراب هذاك، ولا غير واحد، غير انا وزوج ولادي خرجنا. النهار اللي خرجناها هذاك ضابط الشرطة قال لي اقسم بالله، قال لي نهار اللي حلينا القبر، قال لي ريحة المسك هذاك غير ما زلت نشم فيها في حوايجي لدرك، قال لي وهذاك الوجه نتاعها والله ما نسى غير داروني في القبر، ومازال حي في البلاد. قال لي والله ما نسى غير داروني في القبر، ما نساه، راقده ماهيش ميته، كي شغل ماهيش ميته، مسكينه. وكان يعني الحاج يعني انت دفنت بنتك وعاودت جبدتها. عاودت جبدتها. وش حسيت لداخل؟ كيف يعني. واش تسوي مع احكي لي وش حسيت يعني الحاج، يعني اك مع اولادك. حسيت بالظلم، ظلمه كبير. ظلم كبير ماشي غير شويه، هذا العباد هذا كما هذايا واش كيف دير له هذا بنادم، هذا ماشي بنادم كاع، كما دير له قليل، يقطعوا هكذا بكل بشويه قليل، يردموه بالحجر قليل، قليل قليل. فجعك خدعك ماشي
ماشي غير خداع، هذا مجرم كاع، خداع ومجرم. ويبان تقولي هي ما من المصحف وقراية خداعين، أنا عندها تلفزيون غير بالقرآن. تقولي هي ما يبكي لي غير واش قال الرسول صلى الله عليه وسلم والأنبياء مقابلني كيما أنا وفريدة هكذا، ملي ندخل وها مقابلني باش تأمن. أنا نهدر والو مع بنتي، ما نقصر مع بنتي مسكينة ما والو. أنا حنا ربيناها ونعرف تربيتها، ولا غير مربية مربية على الدين والطاعة. خرجتها صالحة وكي تزعف، كي تزعف يعني ما عندها طبيعة ما تهدرش، تروح لفراشها وتتكى راير هذا كيش غير راكدة وقاعدة، عمرها ولا تهدر ولا تشكي والو 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 والو. طيب بون أنا والله مانيش عارف، أنا حاب نقول للناس واش كاين يعني، يعني سي بكل طريقة نقول للناس واش صرا. يعني هو كان عندما كانت تعترض لأنها بنت أصل وبنت فاميليا، كانت تعترض على كان يشبعها الضرب إلى درجة جعلها تفقد القدرة على السمع والقدرة على البصر والنطق، وكان ربما يمارس عليها ضغوطات نفسية الله أعلم. تلك الضغوطات هي التي جعلتها تصمت إلى غاية أن توفيت. كي جبتوها من القبر يعني لحمها هو الزرق، الضرب مازال كما هو هو. دونك هنا عرفتوا باللي عرفوا في الجهات الامنيه باللي مقتوله ما توفاتش وفاه طبيعيه، مقتوله، وحكموا عليه بالسجن المؤبد. حكموا عليه بالسجن المؤبد في بوفاريك، وعاود دار استئناف للبليده، وعاودوا حكموا عليه بالمؤبد، وعاود دار استئناف في المحكمه العليا دونك هنا للجزائر. هنا الجزائر مازال ما ردوا لنا. طيب على كل هي علامات الضرب الموجودة في جسد المرحومة ربي رحمه يوسع عليها ليست إطلاقا علم، يعني أنا لست خبير، ولكن هي ليست آثار وضربات يمكن أن يسببها الشخص لنفسه، بل هي آثار ضرب تعرضت له المرحومة. ونحن لدينا كل الثقة في التحقيقات الأمنية التي تقوم بها الجهات القضائية. طيب الحاج دوكا كرك معنا اليوم، مش طالب من الدولة السلطات؟ أنا طالب يعني الحقوق باينين، كل حاجة باينة. أنا طالب هاد المجرمين اللي ما يحوسوا يخرجوه بالملاير وبزوج ملاير إن شاء الله ينحرقوا بهم هذوك الملاير اللي يحوسوا بهم. هذا أنا كاين شي ناس على كل حال والله العظيم يحوسوا على الجائزة الكبرى، تعرف الجائزة الكبرى واشني؟ غدوة أمام ربي. الجائزة الكبرى هي الجنة، هذا واش يحوس؟ أم يسرى كاش ما كاين حاجة حبيتي تقوليها دركا لأي راجل يضرب مرته بهذا الشكل؟ يسقسوا عليها، يسقسوا ما يعطوش بناتهم لهذا واحد كيما هذا، ما يمدوش بناتهم ولا يسقساو مليح. أنا طيب. الكويت ما تنكوا حتى واحدة كيما أنايا. طيب شكرا لك يا أستاذة فريدة. يعني نحن أمام حالة، أنا لا أريد أن أصفها بما تشيعه النسويات مؤخرا بقتل النساء وكأنها ظاهرة منفصلة عن عملية العنف الموجودة في المجتمع. هي ضحية عنف منزلي أدى إلى الوفاة، والزوج حكم بتهمة الضرب المفضي إلى الوفاة دون قصد إحداثها والتعذيب. هو تحصل على حكم مؤبد. قال لك والدها أنه حكم عليه بالمؤبد في المرة الأولى وفي المرة الثانية. في المحكمة العليا كيف سيتعامل القضاء مع ملف مثل هذا في ظل وجود أدلة دامغة وواضحة على ما تعرضت له المقتولة؟ نعم، وما قبل أن أجيبك على هذا السؤال أحيي شجاعة هذا الأب وهذه الأم اللي خرجوا اليوم للرأي العام ويحكيوا عن مأساة أخرى لعديد من المآسي التي تعاني منها المجتمع الجزائري، وهو مسألة العنف ضد المرأة. هو للأسف أنه مجتمعنا اليوم أو نسبة لا بأس بها من داخل المجتمع تقيم رجولة الرجل بقوة اعتدائه على المرأة، لأنه في بعض الحالات يقولوا للراجل، يعرفوا الراجل إذا كان راجل أو لا، إذا كان يضرب مرته أو لا. بعض هذه المعلومات المغلوطة والدخيلة على المجتمع الجزائري نتيجة لبعض الأفكار غير الأخلاقية اللي تحلوا بها بعض من يسمون أنفسهم بالرجال وهم ولا علاقة لهم بالرجولة. أنا باعتقادي اللي يعتدي على امرأة عمره ما كان راجل، هذا حتى كلمة ذكر والله ما يسواها. المرأة اللي خلقها رب العالمين معززة مكرمة،
وتروح تخرج من دار باباها وهي في كامل حلتها وتتوقع أنه راح تعيش حياة سعيدة، فإذا تلقى نفسها تحت القبر. وما حكاية يسرى إلا واحدة من مئات القضايا اللي اليوم للأسف أصبحت لسان حال المجتمع الجزائري. اليوم أنا علش بديت بتحية هذين الأبوين؟ لأنه كسروا الطابوهات اللي بنتنا ماتت ندفنوها والله يرحمها. اليوم الناس هذو جبدوا جثة بنتهم بعد 13 يوم من الوفاة. هذا أمر جلل مش أي أب ولا أي أم تديره. واللي زاد خلاني أعجب بشخصية هذين الأبوين أنه قالوها في البداية أنه ما هيش بنتكم، يعني ما هيش بنتكم بالدم، تبنيتوها فقط. والله كاينين الأولياء أمور بنتهم تنضرب وتروح لي للدار. بابا راجلي ضربني، سمعي احنا ما عندناش البنت تطلق، تحملي في الدار، زوجناك خلاص ما عندكش علاقة بينا، روحي. تروح تنضرب مرة واثنين وثلاثة وربعة، والمرة الخامسة تجيه في الصندوق، وما أكثرها الحالات. أنا اليوم حكاية هذين السيدين خلتني نقول دائما أنه الشيء اللي الناس لازم تكون عندها ثقافة القانون، تكون عندها ثقافة التبليغ، وما نخافش طول ما أنا على حق وما نيش ظالم. من غير رب العالمين ما عند منين نخاف. هذا الأب اللي مشى عند السيد وكيل الجمهورية، شو كيف يحكي عليه بحكمة وبرزانة ويقول لك الله يخلينا العدالة والله يخلينا القانون. تدخل السيد وكيل الجمهورية وتم انتشال الجثة وعرفوا أنه الوفاة لم تكن طبيعية. أنا كل العتب في هذا الأمر مش على المجرم فقط، لأنه اليوم قال أنه طاولوا عقوبة المؤبد. هذه المؤسسة الاستشفائية للطفلة عندهم ما يفوق الشهر ولا شحال وهي في حالة ماء، ما شافوش آثار الضرب الموجودة على الجسم، وما قالوا لاش من وين هذا الضرب، على الأقل نفتحوا تحقيق قبل الضرب. يعني لو الأب هذا ما راحش يشتكى عند وكيل الجمهورية ووكيل الجمهورية ما مشاش معه في الخط، البنت هذه اليوم حقها راح، ويعاود يتزوج واخد أخرى ثلاثة ويقتلها، ونولوا كل مرة نروح ندفنوا واحدة، ويروح الإنسان هذا يلعب ببنات الناس كما يحب وكما يبغي. اليوم العدالة الجزائرية الحمد لله اقتصت اليسرى، وعقوبة السجن المؤبد قليلة عليه، ولكنه القانون الضرب المؤدي إلى الوفاة دون قصد أحداثها على مرحلتين، على مستوى المحكمة الابتدائية وحتى على مستوى المجلس. ما بقي هو المحكمة العليا اللي هي دائما محكمة قانون وليست محكمة موضوع. المحكمة العليا تأكدوا أنه هي تنتصر للضحية لما يكون على حق. الملف الطبي اللي حكى عليه السيد واللي شفت أنا الصور نقول هاكم يا سادتي الكرام ما تنشافش. أنا كنت نحضر في ملتقيات حول تقنين جريمة التعذيب، وكنا نشوفوا تعذيب المعتقلين السياسيين من طرف الجيش الأمريكي في غوانتانامو لما يعذبوا المسلمين. والله ما يهدك صدقوني أنه الصور اللي وراها لي الأستاذ يوسف أبشع بكثير من قدرة أي إنسان على استيعابها. هذا الإنسان كان يعذب فيها، وين كان عقله هذه شريك حياته ورب العالمين؟ قالوا بينكم مودة ورحمة، ما عجبتكش أبغض الحالة اللي عند الله طلق. ولكن شكون يعطيك الحق أنك تعذب بنت الناس؟ ولا علي عن بالك ما عندهاش أهل، هاو اللي ربه خير من اللي ولد. الحمد لله اليوم اللي جاء هذا الأب ربي يطول عمره إن شاء الله. وهذه السيدة اليوم اللي دموحها غالية علينا، إحنا كامل يسرى كل مرة فينا إذا ما درناش حد لعنف الرجال تأكدوا أنه كل واحدة فينا راح تكون مشروع يسرى. وأنا نقول حد للذكور بس نصحح الأسماء، حاش الراجل، والدينا ما ضربوا، المجتمعنا الحمد لله اللي تلقاه لما يلقى بنت يقول لنا اللي يروح يخطب يقولهم وش أكون طالبين، حتى لما يجوا يخطبونا والدينا وش يقولوا؟ والله مرنا طالبين الهنا برك. اليوم الهنا ولا يسوى صندوق ولا كيفاش؟ نزوجكم بناتنا باه نفرحوا فيهم، تجيبهم لنا في صندوق. لذلك أنا نحيي شجاعتكم والله يعطيكم الصبر إن شاء الله، وانتم عندكم الاجر مرتين، اجر لانه وعيتونا احنا النساء باللي احنا والدينا زوجونا ما باعوناش للرجال، والحاجه الثانيه انه ما كانتش بنتكم ومع ذلك ربيتوها وزوجتوها، وللاسف كان حظها سيء مع ذكر سيء. اليوم راهو يدي حقه في المحكمه، وان شاء الله ربي يتغمدها بواسع رحمته. دولا شوفي اذا لقيتني غلطت بشعرها اذا والله ما نزيد عليه شعره. الوجه تاعك مش تعليق. ما الله يرحمها ويوسع عليها، الله يعطيكم الصبر. وتش خير وصدق وبركه الحاج، يعطيك الصحه على حضورك معنا. سننتقل الان مشاهدينا بعد الاستماع الى قصه يسرى الى ثاني شهاده لسهره اليوم، ومن خلال هذه الشهاده نحن نوجه تحيه كبيره الى كل عناصر الشرطه وعناصر الامن في الجزائر الذين يقومون يوميا بالدفاع عن المواطنين ومصالح البلاد بصدورهم العالية.
الشخص الذي سنتحدث عنه الآن يعني هو خير نموذج عن الشباب الجزائري، عن الابن البار وعن الشرطي الشرطي. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. لاباس؟ لاباس الحمد لله. راك قادر تهدر شوية؟ ماشي سهل عليك على بالي. يعني أنت أب المرحوم؟ أنت أب المرحوم وهذه المرحوم أم ديالي عبد الرحمن ربي يرحمه إن شاء الله. هو ابنك تعرف أنا سقسيت على وليدك قبل ما تجيوب يعني الحمد لله يعني ربيت راجل والله الحمد لله يا ربي يعني ربيت وراجل ربيت أحسن تربية يعني. في ثلاثة يعني طفلة أستاذة وعندي طفل صغير في عمره 18 سنة 19 سنة اليوم وعندي عبد الرحمن اللي زادوا مدروش حتى واش أنا عايشين في أسرة صغيرة متفاهمين مربي وليداتي الخير والشر بشريك احنا الناس سواول على قد الحال مربي وليداتي قد قد وكان ولدي شرطي في ورقنا ومروح مسكين بيرميسيون كان عنده صاحب في بيتنا راح طلع عليه وروح لناف عند صاحبه لناف ولوديس ولونز في الليل روح 12 للواحد روح للدار مع أمه أنا ما شتوش ربع ربع العشية ربع للعشية خدام ما شتوش حتى اللي قلت للسبعة تعرف ما كان يتعرف صحابه هو يوم مسكين كيجي ومريح هو شتي يقصر شتي يضحك يحب الحياة لأقصى درجة شتي يلبس شتي ياكل ما عنده والله لا عنده يا خويا يوسف لا عنده عدو ملي زاد من كرشم ولا جاوني واحد طبب عليا ولا قال لي ولدك وضربني ولا وسبني ولا قلت لك راه مع أحباب وجاو داو بالطوموبيل يقصروا معاه يضحكوا معاه المهم 12 في الليل وجويهم نص 12 ونص الليل وانا عندي حق دار تحي شعبي بالزنقل وعندي دار درتها ولي هو مسكين المرحوم باش يتزوج فيها قلت كان قريب يتزوج هو مازال انا هو كان حبي يتزوج يعني. انا باغي نتزوج قلت يقرب عندي برك كنت مريضه هي هو يحاول باش يرجع عندنا هنا قلت لك روح احنا 12 ونص الليل نسمعوا فوق تقربيع فوق الدار من شوية 12 ونص سمعت كبير بزاف ماشي حاجة تاع حاشا قط ولا حاجة صغيرة حاجة كبيرة خرج طفل عبد الرحيم يجري لقاو المجرم هذا لقاو في طاح في وسط جنينة سراق يعني سراق هذا طاح في وسط جنينة والطفل هذا نعرفوه مجرم تاع مشاكل قلت له ما تقيسوش باسكو انسان تعرفه وتحب تعمل بيتي المشاكل هذا انسان مشاكلي قد هنا يلحق الناس يضربهم ويتعدي عليهم ومع انه سوابق عدليه بعد قبل ولدي انا ضرب واحد راجل عنده ثلاث وليدات ضربوا بالموش انا دخلوا السبيطار تقريبا واحد ربع ايام ولا خمس ايام في السبيطار قلت خليها عادي يعني فات ما كان حتى شيء رحت انا نخدم الغدوه رحت نخدم انا وروحت العشيه ما كان ما تلاقيتش انا ولدي طلع ولدي الفيلاج يقول شويه ساعتين ونص لهبط والطفل اللي يقلق فيه عاودوا لي جماعه قال له لحك ما فرق على وجهك لاسيد لحك لاسيد على وجهك الطفل هذا مجرم وشاهد الجميع انا شكون في قريه فيها بالك واحد 1000 ساكن يعني ناس طيبين ناس تعبيد يعني ناس خدامه مش نتاع مشاكل يعني ما كانش عندنا ما كاين فئات تقريبا 6 ولا 7 تاع شوارع ناس كل تعرفهم قلت لك حق ولا يقلق فيه ولدي ولا يشري شغل يشغل شي فيه اسمح لي نهضر شويه مع الوالده. السلام عليكم ام عبد الرحمن. ام عبد الرحمن على حسب الروايه تاع زوجك وليدك ربي يرحمه كانت هذه اول شراره بيناتهم يعني بدا يستفز فيه يعني بعد ما خليتوه جاي يسرقكم وخليتوه ولا يستفز فيكم؟ انا حكى لك عبد الرحمن كيفاش كان يستفز فيه؟ مش حكى لي احنا على بالنا بالطفل هذا المجرم
هو من خصائص تاعو انه يستفز الناس باش يبتزهم في هذه الصفه هذه السيئه، لانه كان مدمن على الدواء، كان يحب يبتز الناس يضربهم ويروح يشكي بهم في عند الجندارم باش هو ولا يبتزهم. نفس الطريقه راح يستعملها مع ولدي، بصح ولدي كيعاد في سلك الامن ما لواش، قال لي ما دارش مرشار يعني ما دارش، راح راح شغل يعارك فيه عركه تاع رجال مشي، بصح الاخر كان يعني نوالو الغدر وراح للبيت تاعهم وجاب السكين وتعاون مع خوه هما اللي. احكي لي احكي لي كيف صرات هذه. يسمى هو كي ولدي كي لقاه برحلته تتعاركوا، كي تعاركوا حالته ضربوا بكف، كي قلقوا ضربوا، كي ضربوا فكهم خالو، خال الطفل الجاني يعني ضربوا فكهم، كي فكهم ولدي هبط روح والاخر راح ديريكت لدارهم، رفد السكين ورفد العصا، هو وخوه الصغير كي شافوا هز الموس هز العصا معاه وجاي هابطين عندنا للدار. اول ما جا عندي للدار لي انا يخبط عليا في الباب المجرم هذا، انا كي شفته كي سمعت الحس حليت الباب لقيته هو جاي، كي لقيته خفت قفلت الباب وسكرته. وانت وحدك في الدار؟ وحدي في الدار. ولا يخبط في الباب كي لحقوا ولدي على بالك، قال لي يا ماما حلي حليت، قلت له كان طفل هنا. ولا ولدي راح يفتش عليه، قال لي انا مانيش يطالقوا اليوم انايا هذا وش حب يعني، راح من ثم هذيك من هذيك الضربه ما شفتوش حتى قالوا لي في السبيطار وتوفى. وانا كنت في الجامع، هما كان وقت المغرب هكا في المسجد، كانوا في المسجد. كنت في الجامع وصليت المغرب ومشيت خارج، مشيت خارج لقيت واحد كيما خويا قال لي اولاد كان يتعاركوا، الطفل هذا القاتل هذا جا هو وخوه جابوا العصا، جابوا العصا في زوج، جابوا العصا في زوج وجاو، ما بقاش عندنا ما بقات ما قد البعد على التلفزيون. واحد 20 متر على دارينا وعلى البلاصه اللي ضرب فيها ولدي صح فيها 10 مترات على دارنا 10 مترات يعني على دارنا. كيفاش قتلوه؟ ضربوا بالعصا، كيفاش بالعصا؟ الطفل الصغير استغل الفرصه ضرب ولدي الكبير للراس بالعصا، كي ولدي تولى شغل ضرب ضربات وضرب هذا الناس جاي طاح 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 وقف، كي وقف ترقص عليه الاخر جبد لي موسم كان في التقشير تاعو وضربوا ديريك. وين ضربوا؟ ضربوا هنا تحت السر هنا بعد صافي ضربه تاع قاتله، ضربوا هيك وطلعت يعني ضربه تاع قتيله. انا ولدي طلع عندي ماشي شفته كي جا ماشي، قلت للاستاذه قلت بعد 6 مترات عليا 6 مترات عليا حكمت، انا مشيت معاه واحد 3 متر 3 متر طاح لي، كي طاح لي طاح لي في حجر 95% 95% ولدي مات يعني 95% ضربه قاتله ضربه، ثم ضربه هيك هز هو مجرم يعني. بقيت انا تعرف قريه وما كاينش الناس، ما كاينش الناس والناس ما تتفكش، احنا نشوف في احنا كل جزائريين احنا انسان محترف مواطنين وكل الناس كل واحد اللي يدري المنكر، واحد اللي يفك واحد اللي يسعفك. جانا مسكين واحد الاخ جار عنده طوموبيل حتى خاطي تاعو تاع خوه والله هوزنا دانا السبيطار، كي دانا السبيطار ما لقاوش ما لحقوش معاه، دخلوه ليرجونس ما يقدروش فض القاوي وديموراجي لداخل فهمت، ضربه قاويه ضربه تاع قتيله يعني انا راس ولدي يعني انا ولدي مات قدامي 95% مات قدامي هيك في حاجه واش سمعت منه كلمه واحد بابا قسني بالموت احنا قدرت. هذه اخر كلمه هذه سمعت منه كلمه واحده ما قالتش ما كانش معايا يقطعف شباب يجي يقعد مع امه شويه وبيخرج مني تعرف خلاني فراغ ما عنده حتى زي انا ولادي عزاز عليا انا تربيت يتيم نحب ولادي بزاف خلا نحب ولادي ياسر خلا هنا ونعطيهم تاعي ما عندناش حتى مشكل نضحكوا ونقصروا ما عندنا حتى يعني عداوة حتى في حتى في في دارنا ما عندناش المشاكل ما عندناش غويات ما عندنا حتى شيء أسرة يعني ماشي فوق ما شاء الله يعني ما دام تاعي مدينة وأنا الحمد لله ربي العالمين على قد الحالي الحمد لله ربي العالمين ما نظلموناش ما عندنا والقرية هذه ناسها طيبين والله ورس خويا يوسف ناس طيبين ووفوا معنا لأقصى درجة يعني ما كانش فيهم ظلم يعني نقول لك يعني. لا هو 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 هذا السيد ما يعبرش على القرية أكيد بصح ما يعبرش على القرية بصح الشيء كبير كبير باسكو وليدك الصغير أنا شفته شفت تصاوره سمعت عليه تو عفايس والله يا أخي ما
الله يربي يكون في عون. عبد الرحمن كيفاش جاك الخبر تاع الوفاه؟ ما كنت نستنى فيهم انا كنت غالقه الباب ومانيشي فاهمه واش صاير برا. هي صارت فوضى كبيره وانا خايفه ومانيشي فاهمه. هذو داوها للسبيطار وبقيت نجي حتى توفى بالجنيه بويا وداني ما بقاليش. قال لي قلت له انني والله تقبل بربي دقيقه كنت مانيش خايفه عليه انه يموت، خايفه انه يقتل. قعدت نقول لهم ما تقولوا ليش قتل الطفل برك. قالوا لي مش ولدك اللي مش طفل اللي مات، ولدك اللي مات. وانا واش قلت؟ قلت الحمد لله ما راحش ودا روح معاه، ولا المهم خايف عليه من ربي سبحانه اول شيء وكل شيء بإذنه. بصح الا ما قلبك تتت اكيد لانه هذا كبتك اكيد اكيد. مش راح نقول لك حاجه واحده، ما كانش ام ترضى انه ولادها يمشيوا قدامها، تحب هي اللي يدفنوها. الام كل تحب ولادها الا اذا ربي سبحانه كتب. هذا ما قضى ربي سبحانه، الحمد لله على فضل ربي. ان شاء الله نكون شهيد ان شاء الله عند ربي سبحانه. هذا ما نتمناه. شوف اصله يشهد له، اصحابه يشهدوا له، الاهل تاع الارض كل تشهد له. راهي الليله اللي توفى فيها راهي تزير كامل زعزعت. حتى عمار بقاده بن عمار دار حصه معاه عليه صح. اقسم بالله الناس اللي سمعت من الفيسبوك شمنش منا الناس كل جاي ترى رحلت الدنيا كل هذا. قلت الحمد لله من فعل ولدي، ان شاء الله يجعله ان شاء الله في ميزان حسنات. وانا بنقول له ودركا قال لي راح يعاودوا يسمعوكم اليوم ويشوفوكم، قاعد يدعوا له ان شاء الله، لانه هذا واش يستاهل. أيه يستاهل الدعاء فقط. ان شاء الله ان شاء الله. انا اشرت في البدايه قلت بلي هو كان شرطي. أيه وكان يحب المهنه تاع الشرطه. أيه كان متعلق بهذه المهنه. هو يشتيها، انا ما نشتيها لاني عندي اخي في السلك الدرك. ونتمنى ولادي كل يكونوا في السلك الامن يا اخي. ربي واحد تمنيت ويخرج الشرطي وخرج الشرطي، بصح للاسف ما كملش. فترة قصيرة خمس سنين برك فقط. ان شاء الله كما يقولوا ان شاء الله تلقاها بليطار في الجنة. ان شاء الله من جنود الله سبحانه. ان شاء الله برك ينصفونا ان شاء الله. ما مصير هذا السيد؟ واش صرا له في القضاء؟ حكموا ليه 8 سنوات. حكموا ليه 8 سنوات سجن. وخوه اللي قتل معاه حكموا ليه بعامين وعام سوس. ثلاث سنوات عام غير نافذة. وش كانت التهمة؟ سبق مع سبق القتل مع سبق الإصرار والترصد. كيفاش ما صار؟ إيه. حضر في الأحداث. حل أعمارهم؟ واحد 16 واحد 17. 17 18 غير غير شهر. أحداث. وقت وقوع الجريمة سبعة عنده 17 سنة وشهور. سو قد ولدي كان يقرأ مع ولدي الصغير. طيب. ولدي ذكره. ولدك شحال كان في عمره؟ ولدي انا 25 زاد في 97. شكون ولدي؟ عبد الرحمن البوليسي. عبد الرحمن الله يحفظه. 97 زاد عنده 26 سنه غيراش الوقت اللي مات فيه مازال ما في 26 سنه. خاوته كيفاش راهم دركا؟ نفسيا تعبانين. واحده وهنا حاضر معنا في البلاطو. ما شفتوش. وهنا عبد الرحيم. وي طويل. عبد الرحيم. شبه له بعد حتى في ذاك. وعندي اخته برك هو اللي عاش المرحله اللي اكثر مننا. وانا مات ولدي قدامي. في حاجة سهلة باش تفقد ولدك وتشوفه قدامك يموت وما تقدر تدير له حتى شيء. الله غالب. حسبي الله ونعم الوكيل. سبحانه سبحانه. شغل مانيش عارف أنا هذه الدنيا كيفاش يعني كيفاش تسير الدنيا هذه. واحد ما يقدر يعرف واش راح يصرى له غدوة. أكيد. ولكن صحيح. ولكن كما يقولوا يعني انتم من العائلات اللي يكملوا حياتهم راسهم مرفوع بوليدهم. لان وليدكم كان كما يقولوا اسد من اسود الجزائر. ان شاء الله ان شاء الله. عكس الناس الاخرين. والله فخورين بيه. والله فخورين. انا والله ملي نخرج هو مات في البلاصه ولا نخرج نروح نصلي نلقاه كل صباح. كل صباح نروح نشوف البلاصه. وين نروح من الخدمه نشوف نخرج من فم الباب تقابل لي البلاصه. مريض بيه بولدي. ما قدرتش. الله ان شاء الله ربي ان شاء الله ربي يصبرك. ان شاء الله ربي يعطيكم القوه انه تكملوا ومازال عندكم اولاد. ان شاء الله هذيك ان شاء الله. لانه الدنيا 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 تكمل كما نطلبوا ان شاء الله من السلطات العليا كما نقولوا. وشنو هو النداء اللي راك حاب توجهه للسلطات قبل ما نهضر مع الاستاذه فريده؟ كل حق وحقه برك. انا حق حاب حق ولدي. ما نبليش كيفاه بصح ايدوا الحكم برك. ولينا استأنفنا للمحكمه ما حضرناش تاع المجلس ما حضرناهاش. خلاص طيب ما حضرناش خلاص. طيب استاذه فريده يعني نحن امام حاله جريمة قتل وقعت في سيدي بلعباس سوق هراس في سوق هراس. يعني عبد الرحمن تعرض للاغتيال من قبل شقيقين واحد صغير كلاهما صغير يعني صغار.
بصح حنا نسمعوا بواحد الاجراء هو لما القاصر يقوم بعمليه اجراميه، صحي لي راني غلط، يخلوه في المحكمه الى ان يبلغ سن 18 ثم يحاكم. نعم هي صح. قبل ربما ثاني باش منجاوبك على هذا السؤال بشكل قانوني، اعزي عائله هذا الشرطي ونقول لكم للامانه سيدي الكريم قبل ما انت اخوك شرطي ثاني اخي ايضا شرطي وانا فخوره به كل الفخر. تعرفوا علاش؟ لانه لما يخرج الصباح يقول لي انا راني خارج باش نحميك انت ونحمي بنتك ونحمي كل المجتمع، ولما لما لما نتعرضوا الى مخاطر حتى من اثناء القائنا القبض على المتهمين، يا ما زملائنا شباب في عمر الورد تم اغتيالهم بطريقه بشعه من طرف بعض المجرمين مما لا يملكون لا شفقه ولا رحمه. لذلك كل عائله فيها شرطي او دركي او واحد من الحمايه المدنيه او واحد من افراد الجيش الشعبي الوطني لها ان تفخر وان ترفع الراس عاليا. قالت لي السيده هذه باش نقولها لكم، ونحن ايضا في الكواليس قالت لي نقول لك حاجه يا استاذه. قالت لي انا سيفريكو عبد الرحمن راهو تحت القبر، ولكن بالنسبه لي انا ما ماتش. قلت لها كيفاش ما ماتش الحاجه؟ قالت لي انا لما كنت جايه من سوق هراسه هنا للعاصمه، كل شرطي نلقاه في الطريق داير براج هو عبد الرحمن، كل سياره شرطه تفوت عليا هي عبد الرحمن. داخل مع عبد الرحمن صح. والله انا استغربت وقلت لها سبحان الله، لا عجب انه انت تولدي شرطي. انت صح من حقك تجيبي شرطي. المره اللي تقول هذا الكلام وتزيد تقول امام الملايين انه لما قالوا لي عبد الرحمن توفى، قلت لهم الحمد لله. يا اخي ماشي عبد الرحمن اللي قتل، رغم انه اللي قتله مجرم ومسبوق قضائيا، وقالت لكم جاليها للداري هدت فيها في دارها، فقالت الحمد لله عبد الرحمن هو اللي راح شهيد مش عبد الرحمن هو القاتل. ام كيما هذه سمحي لي جيت بان صبرك في نار متصبرتي يا خير الامانه سيدتي. ما عندي ما نقول لك، انا نجاوبك من الناحيه القانونيه فقط سيدتي، باش قلبك فقط يروح مرتاح وتروحي مامنه انه احنا عندنا قضاء لابد ان يطبق القانون، لانه احنا ناس نامنوا بالمبدا الشرعيه، لا جريمه ولا عقوبه ولا تدبير امن الا بنص. القضاء اللي يتناول جرائم الاحداث هو قضاء استثنائي، مش كما القضاء تاع الكبار. لو الكبار ارتكبوا هذه الجريمه اليوم الاعدام وتروحي في قلبك مرتاحه، لكن لازم نعرفوا انه القضاء الاحداث هو يستند الى عدم اكتمال الاهليه بالنسبه لهذا القاصر. هذا القاصر من 19 سنه والفوق يرتكب جريمه يحاكم محاكمه عادله اكيد ويعطيوا له عقوبه الاعدام وهو الحد الاقصى لجرائم القتل. لكن فيما يتعلق لما يكون هذا القاصر حدث، هنا ننطلق من معيارين. الاول هو تدرج المسؤوليه، لازم نتدرجوا في المسؤوليه حتى نوصلوا الى مرحله الحدث. الثاني ان هذا الحدث يستفيد من ظروف التخفيف، عقوبه الاعدام تولي المؤبد 20 سنه وهلم جرى. اكيد انه هذين الحدثين قد استفادا من ظروف التخفيف لانهما قصر، واليوم المحكمه ادانتهما الاول بثمان سنوات والثاني بثلاث سنوات منها عام موقوفه النفاذ. غالبية المحاكم تنطق بهكذا حكم لأن المحاكم دائما تمتلك السلطة التقديرية، محكمة الجنايات تمتلك سلطة تقديرية في تقدير العقوبة. ولازم تعرفوا دائما أن غرفة الأحداث المنعقدة على مستوى المجلس تفصل في هكذا قضايا، دائما تنظر على أساس أنها قضاء استثنائي موش القضاء اللي شارع للبالغين. هذا ما قصر والله، ما السلوك اللي ارتكبوه نتيجة لسوء التربية اللي تلقاوها من عند الوالدين. أنا معاكم لما أقول لكم أنه في دول أجنبية لما يشوفوا حدث ارتكب جريمة أكثر من مرة يروحوا يجيبوا والديهم ويدخلوهم للمؤسسة العقابية. لما ما راكش قادر على المسؤولية وما راكش قادر تجيب أولاد صالحين للمجتمع ما تتزوجش من الأساس، ما تتزوج صح ولا لا؟ احنا اليوم اللي وصل هذين القاصرين إلى ارتكاب جرائم وقاتلك تخلينا للدار مسبوق قضائيا وجاي يحوس على هذا الشرطي حتى في داره ويطقطق الباب يقول خرجيه لي بان قتله. يعني اسمحي لي استاذه فريده، يعني كاين نقطه اريد ان انوه لها اتمنى ان ينتبه لها المشاهدون، هي انه يعني هذه ماشي هذه الام. نعم يعني تخيلي رده فعل عبد الرحمن ربي يرحمه لما يسمع انه هذا السيد راح يشغل يكسر له حرم الدار. حرم الدار نعم. يعني تخيلي يعني هذا الشيء. احنا نقولوا في التعبير الشعبي، انا لا احب التعبيرات الشعبيه، ولكن يقولوا ما تراجل يعني. ما تراجل. ما تراجل. ما تراجل. الدار يقولوا راجل راجل انا وياك. لا تروح للدار. صح. هكا يحب عبد الرحمن يقول لك راجل روح عندي. روح عندي. وقابلني وجه لوجه. ان شاء الله شهيد. بس هذاك اللي غالب كان خبيث. ان شاء الله شهيد وان شاء الله راجل كما قلت. اكيد اكيد. هو الاستاذ يوسف بكلمتين لخص كل القضيه. يسعدكم. مات راجل ومات رافعكم راسكم. الحمد لله مات مظلوم. اليوم راهو عند ربي حنين كريم. وان شاء الله راهو في جنات الخلد وذلك المكان الذي يستحق. امين امين. الله يعطيكم الصبر ان شاء الله. الله يكبركم ان شاء الله. ان شاء الله يعيشكم.
طيب مشاهدينا الكرام، وصلنا إلى آخر جزء من حلقة اليوم، سنستقبل فيه حالة أخرى لتتحدث عن نفس الموضوع الذي نناقشه منذ البداية، وسنستغل هذا الفاصل لكي نوجه تحية إلى السيد بوثلجي الشريف وحرم والدا يسرى اللذان كفلاها، ربي يرحمها، هي غير موجودة ولكن كفلاها ولا يزال يدافعان عنها بشراسة إلى غاية اليوم. سنتركهما يغادران الاستوديو تحت تصفيقات الجمهور. آخر من سنستمع إليه في حلقة اليوم مشاهدينا الكرام هو السيد عبد الجبار. جبار. صباحو يا عبد الجبار. مريقلة الحمد لله رحمة ربي. مريقلة الحمد لله. عبد الجبار جيتنا من ولاية تيارت. تيارت. من بلدية فرندا. بلدية فرندا. مرتاح يعني؟ مرتاح الحمد لله. طيب يعطيك الصحة، كي جيت وشقيت ولحقت حتى الآن؟ كل ما نديرها قليل. كل ما نديرها على ولدي قليل. كاع الشيء اللي درته وصنعه وذا الجري وذا التعب اللي تعبته قليل على ولدي. ومهما ندير في الدنيا ما نعوضلاش حتى حاجه من الفراق اللي بعدوه عليا في هذه المده هايمين. شحال في عمره هو درك؟ في عمره 7 سنين. 7 سنوات. 7 سنين. شوف عبد الجبار، انا نبدا القصه وانت كملها للمشاهد. ما كاش مشكل. انت كنت متزوج مع سيده، تزوجت لمده شهر. شهر وعشرة ايام. وعشرة ايام ومن بعد باباها طلقها منك. واه. طيب من بعد هي كانت حامل وراحت لدارهم وزاد الولد عندهم ورباه الى غير ذلك. الى غايه اليوم الذي قتل فيه شقيق زوج شقيقتها قتل زوجتك. واه. يعني بالتعبير العامي قتلها رجل خوتها. ايوه قتلها رجل خوتها. واه. كيف صارت هذه القصه؟ انا ما على باليش بها وما سقسيتش عليها. المهم انا كنت مع علاقه معاهم نورمال عادي. وقت اللي نبغي ندي ولدي نعيط لجده، وقت اللي نبغي نرده نعيط له قال ودي راني جايبه. وقت اللي مرض يعيطوا لي يقولوا لي روح دي ولدك نروح نجيبه. نفوت عليه نشري له دواء ونعاود نرجعه لهم. يقعد عندي ديك 3 ايام 4 ايام زوج ايام على حسب الوقت اللي نكون فيه انا قاعد يقعد عندي ونعاود نرجعه لهم. ما نديهش حتى نعيط له وما نرجعش حتى نعيط له. كانت المعامله معاه غير هو. ماني معامل معاه حتى واحد، نتعامل مع جده هو. نعيط له ودي راني باين نجي ندي ولدي ونعاود نعيط له نقول له راني جايبه لك. معامله غير هو. وقت اللي اي في اي حاجه يعيط لي. حتى لوين مات تمه. كنت النفقه تاعها نسد له النفقه تاع حاجه ما تخصهاش. طيب انت في المقابل انت عاودت حياتك، تزوجت وجبت اولاد وحده. عاودت حياتي وعندي زوج دراري واحد اخرين الحمد لله، ومع الزوجه هذه الحمد لله ما خصني حتى شيء، وقايمه بيا وقايمه بخاوتي وبما وما عندي ما خصني معها الحمد لله. وش هي الابن تاعي راني مجوع منه بزاف. ذاك امه ماتت. عبد الجبار الله يبقى عليكم ستر مع الزوجه اللي راك معاها مع اولادك، ان شاء الله ربي يحفظهم. بصح انا عندي فضول نعرف انت يا دوكا زوجتك السابقه الاولى قتلها رجل خوتها. قتلها رجل خوتها. واه. اي انسان ما يسمعش الخبر بهذه البساطه يحب يعرف علاش قتلها. والله ما سقسيت عليه، ما فتش على الامور هذه كاع. علاش هذه مات وليدك يا عبد الجبار؟ ما فتش على الامر اللي انا وقت اللي عيط لي قال لي ودي ماتت الزوجه تاعك اللي كانت عندك راها ماتت. روحت عزيت رفدت امه وداري وعيال خويا وعمتي ورحت عزيت وديت لهم مديره درت معاهم نورمال عادي. سمعتها مديره؟ شدي مديره ديت لهم كيما نقولوا نص تاع ماشيه ومصروف الخضره مأونه يعني. مأونه كيما نقول احنا مديره هذه احنا عندنا في جهتنا يقولوا مديره. ديت لهم الواجب تاعي اتجاه الابن تاعي مهما كانت الظروف معاهم، مهما تكون الام تاع ابني. مهما كانت الظروف ومهما زاد الحال هي ام ابني. صح. كيفاش ماتت؟ والله ما سقسيت عليها كيفاش ماتت. واش سمعت واش قالوا؟ انا كيما قالوا هما قال لك اودي راجل اختها اداها بغره وقتلها. انا ما على باليش علاش. قال لك اداها بغره وقتلها. واش معناتها اداها بغره؟ كيما نقولوا غرها اداها كيما مش عارف علاش وقتلها في داره ودا قاصها في غابه. علاه والاسباب ما على باليش علاه، ما سقسيتش علاه ومانيش نحوس نفهم انا علاه. انا نحوس ولدي نسلكه من ذي البيئه اللي راه فيها. ما راكش عارف ولا ما راكش حاب تقول ما علاش قتلها؟ لا مانيش عارف وما سقسيتش ومانيش حاب نعرف انا علاش قتلها. انا شخصيا مانيش حاب نحوس. ما كانتش في الذمه تاعي باه نسقسي عليها.
اي بصح العلاقه مع يمات وليدك ما تنقطعش بس كنت طلقته خلاص لا تعني لا انقطعت ديرك من نهار وبالك قتلها على جال وليدك ما تحوش تعرف علاش اما نحوش نفهم انا عليها انا نحوش ولدي سلكه وصهي حاجه واحده اخرى ما تهمنيش امورهم هما بيناتهم ربي يسهل عليهم وما يفرق امورهم بيناتهم طيب انت عبد الجبار انت قلت لي بلي انا راني حاب كعيت لي في التليفون اول مره قلت لي اني حاب نرجع وليدي لانه وليدي صغير راهو مربي مع ابناء السيد اللي قتل يماه واه طيب اشرح للمشاهدين الوضعيه هذه اللي ماهيش عجباتك انا يا ولدي الوقت اللي مات امه مات كي ماتت قعدت 15 يوم وعيطت لهم قلت لهم ودي بان جنتي طفل بان نسي شويه نبدل له الجو نسي شويه في المصاب تاع الام تاعه كي روحت جاتني جداته وهذا وراني سقسيت وداره ولدي والقانون يعطيه لي ومن هنا قلت له ودي ماهوش الوقت تاع هذه الهضره خلي تفوت الوقت هذا تاع الهضره هذه تنسى شويه والجروح بنفوتوا عام ومن بعد لبات حضرنا نهضروا مع بعضنا وراه عندكم راه بيناتنا الولد راه بيني وبينك ما كان حتى مشكل هي قالت لك لا الحضانه ليا وروح سقسي وين تبغي والحضانه ليا قلت لها ودي انا ولدي نديه لو كان تطبق السماء مع الارض ندي ولدي ولدي يعيش عندي وانا اللي ربي ولدي اني مستعد انا باش نربي ولدي ما كاش اللي يربي لي ولدي خاطرش الوالدين في الدنيا ما كاش كاع اللي يعوضهم لك بويك وامك ما كاش اللي يعوضهم لك في الدنيا هذه كل شيء يتعوض ولو كان يوزنوا ولدي يوزنوه بالجبال تاع الذهب ما يعوضوش منه حتى ظفر تظفر باه يعوضوه من ولدي ما يعوضوش بالجبال تاع الذهب صح انت واش ما راهوش عاجبك في المحيط اللي راه عايش فيه وليدك في كامل الجهات قل لي في كامل الجهات اللي راه مربيناه مع ولد اللي قتل الجد ما يدورش نورمان ما يدورش نورمان كاين واحد الصوالح كاع نقولهم لك ما لازمني عليهم لي بلاف ما بصح هو ما يدورش نورمان كنت سقسي كون يسقسوا عليه في البيئه اللي راه عايش فيها يجي يخبروهم هذاك السيد كي داير انايا عرفتهم عن طريق خالهم مع زاد ما سقسيتش مليح وما صنعتش تزوجت كيما نقولوا مكتوب الزواج مكتوب الزواج مكتوب بصح شيء ابني دروك راه في بيئه ما يعيش سليم ما يعيش سليم معافى ما يعيش وانا نبي نخرج ولدي صالح في المجتمع ينفعني وينفع المجتمع ماشي يخرج خطر اخرى انا كيولي في سن هما راه مخلينا على هواه كيما بغى يعيش يعيش على المهم يقعد عندهم بصح انا ما نجبش نخلي ولدي عندهم انا نربي ولدي وولدي انا اللي نتسال عليه يوم القيامه هما ما يتسالوش عليه طيب عبد الجبار باش نعرف كيفاش نمشي الحلقه معاك انت تعرف معلومات ما راكش حاب تقولها باش ما توقعش في اخطاء قضائيه ولا لا هذه هي الحقيقه واش راك تقول هذه هي الحقيقه على هذه العائله وجدني القرار خرج لي قرار مع صيغه تنفيذيه توقف لي القرار انه بالاولى في الحساسنا في محكمه الحساسنا وقفها لي نفس الرئيس وقف لي القرار والسبب وشنو؟ قال لك لي تفسير القرار راه ماش عاطين حق الزياره لجده وقفها لي 6 شهور فسرنا القرار قعد غير كيما هو عاود جا محضر امتناع حكمت عليهم بعدم الزياره شهرين حبس على الجده وعاود تحكمت عليها 6 شهور جا محضر امتناع عاود قال لك وقف القرار خرج لي استعجالي من ساعه الى ساعه وقف القرار من سعيده انا نسكن في فرنده وهي تسكن في تيرسين وهو راح هذا رجع لسعيده راحوا له لسعيده عدم اختصاص وزاد وقف لي القرار قال لك حتى تصدر المحكمه العليا القرار تاعها قال لك الى غايه الفصل في المحكمه العليا رغم انها عدم اختصاص طيب استاذه فريده نحن امام حاله لن نغوص في التفاصيل العائليه الخاصه بعبد الجبار ولا بزوجته التي توفيت بعد ان تعرضت للقتل الاغتيال من قبل زوج شقيقتها فوالا عبد الجبار راهو يريد استرجاع حضانه ابنه لانه لا يريد لابنه ان يعيش وسط العائله التي تسبب والدهم في قتل ابنه هو امه ولكن قبل برفض قاطع للجده في هذه الحاله يعني الحضانه لمن تعود؟ انا اطلعت على الوثائق الخاصه بهذه الحاله اطلاع رجل قانون كل الاحكام اللي قدمها سيما القرار الصادر عن المجلس القضاء أسقط الحضانة عن الجدة لأم اللي هي يمات المرحومة ومنحها إلى هذا الرجل الواقف أمامنا.
هو سعى الى تنفيذ القرار لانه من حقه وليده يماه توفات، خلاص من حقي انا ندي الحضانه، وكانت عنده ادله قويه قدر من خلالها انه يسقط حضانه الجده، لانه قانون الاسره عندنا لما تتوفى الام او تتزوج او تعيد الزواج فالحضانه تؤول مباشره الى الاب وليس الى الجده كما يشاع. لا، هذه قبل تعديل قانون الاسره لسنه 2005 لما عدل هذا القانون، اصبحت الحضانه من الام في حاله وفاتها او زواجها تؤول الى الاب، وذلك الذي حصل، اعطاه الحضانه بعدما اسقطها عن الجده. إشكاليته في تنفيذ هذا القرار، والله أنه أنا شفت الوثائق وقلت لك وطلعت عليها بتمعن، لقيت أنه في كل حالة يكون عنده الحق، ولكن مع ذلك تم الإشكالية الكبيرة أنه تم توقيف تنفيذ القرار الذي منحه حق الحضانة مرتين. المرة الأولى لمدة 6 أشهر لما قالوا له أنه هذا القرار يحتاج إلى دعوة تفسيرية، اربحهم فشرح، وانتهت مدة 6 أشهر. بعدها أمر من ساعة إلى ساعة بوقف تنفيذ القرار لمد له حضانة وليده إلى حين الفصل في الطعن بالنقض أمام المحكمة العليا. المحكمة العليا يستغرق وقت اللي هو عام وممكن توصل إلى حدود السنتين، لكن باش نشوفوا دائما الأمر بزاوية قانونية. القرار استند إلى مسألة تتعلق بأن رغم أن الطعن بالنقض لا يوقف التنفيذ، زعما أنا اليوم راني ربحتك في الشرح وأنت كسرت شرح للمحكمة العليا باش نبسطوا اللغة للمشاهد، ما أنا من حقي أنه نبلغ، ما نبقاش نستنى فيك حتى تجي قضيتك من المحكمة العليا. ولكن هذه الحالة ما حدثتش مع 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 عبد الجبار، بالعكس تم توقيف تنفيذ القرار إلى حين عودة القضية أو مآل القضية من المحكمة العليا بقبول الطعن أو رفضه. قال لي يا أستاذة، قال لي علاش؟ قرينا طلعنا على القرار فشفنا أنه لما يتعلق الأمر بحالة الأشخاص، حال الحضانة هي من الحالات اللي يمكن أنه القاضي يصدر بشأنها أمر بتوقيف التنفيذ من الناحية القانونية موجودة. لكن أنا قلت له أنه أنت صبرت وانا نقول له هذا كلامه لامامي هو اب، انا ما فرقش بين عاطفه الام وعاطفه الاب. لو كانت الام هذه راهي 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 عايشه ممكن ما تعطيلوش الحق في الزياره. قال لي انا وليدي اليوم الى يومنا هذا رغم صدور الامر عفوا القرار باش يكون الحضانه ليا، ولكن مع ذلك راني نشوفه بتخبيه كل حرامي امام المدرسه. قلت له علاش ما رحتش ترفع شكوى بعدم تسليم طفل وراهي القانون يعاقب عليها من شهر الى سنه ويا ما قضى يا جازوا علينا. قال لي انصفني وكيل الجمهورية، الحمد لله الدعوة العمومية قال لكم مرة شهرين مرة 6 أشهر، ولكن أنا قلت له ما عليك في الوقت الحالي سيدي الكريم إلا الصبر في انتظار ما سيؤول إليه الطعن بالنقد من الجهة المقابلة. نقولها لك باش نطمنك فقط، لما تشوف أنه الوسط اللي راه فيه وليدك سيدي الكريم واحفظها مليح، لما تشوف أنه وليدك لا يتلقى التنشئة أو التربية اللي انت راك حبها، وشفت أنه وليدك فعلا راه يعيش في وسط موبوء، أنا ما نستناش قرار المحكمة العليا، نمشي لقاضي الأحداث. قاضي الأحداث هو مؤسسة قضائية معنية بمتابعة حالة الأحداث الذين في شبهة أنهم يعيشون في واقع خطر. نمشي إلى قاضي الأحداث لدى المحكمة المختصة ونرفع له طلب أنه يدير لي تقرير أو يفتح تحقيق حول وضعية ابني. قال أنا وليدي راه يعيش مع أولاد الإنسان رغم أنه ما يروحش المحرم في المجرم كما يقولوا، باباه مقتل له أبرياء ومعاك أنه تخاف عليهم، ولكن باش من سيد الكريم باش من لوموش على واحد بريء ما عندوش ذنب. لكن مع ذلك تبقى عندك، قلت لك حلين، الحل الأول أنك تستنى الطعن بالنقد وإن شاء الله لا يقبل الطعن ويرجع وليدك لأحضانك وهذا اللي نتمناه، والحل الثاني تروح لمكتب قاضي الأحداث تحكي له الحكاية اللي حكيتها اليوم أمامنا، وتأكد أنه القاضي الأحداث لما يشوفه أنه الطفل راهو في حالة خطر ويشوف أنه الوسط اللي راهو فيه يؤثر على تربيته يسحبه من عندهم ويعطيك وليدك، لأنه قضاء الأحداث هو قضاء يهتم بالتنشئة الصحيحة للحدث. وتبان انك اب ما شاء الله عليك. حنايا الدراري هذو اللي تكلم عليهم الاستاذه وتكلمت عليهم انا هما مساكين ما عندهم حتى ذنب، ويغيظوني انايا كيما يغيظني ولدي. صح، هما ثاني ابناء وراهم اطفال وما عندهم حتى ذنب، بصح غدوه ان شاء الله كي يكبر الولد غادي تبدل الاراء ان شاء الله، ما يولوش بنات خالته. يولوا ابنات القاتل للام. أنا معك أنا موافق على كل كلامك. أبناء الخالة وحتى ابنك حتى ابنك ربما لن ما حاش يسمح لهم. أكيد راح ينقل الحقد تاع القاتل ويلي يشوف في أولادك. يعني أنا فاهمك. يعني أنا هذه النقطة اللي حاب نوصلها إلى السيد وزير العدل وإلى السيد وكيل الجمهورية لدى المحكمة العليا
ولازم توصل للآراء الشعب والكل، الكل واحد يعرف إن شاء الله، وإن شاء الله نصيبه صادة وتكون إن شاء الله. إن شاء الله يا رب العالمين. إن شاء الله فيها النتيجة. إن شاء الله يا رب. إن شاء الله. يعطيك الصحة. إن شاء الله يا رب. إن شاء الله. على حضورك معنا. أنا أشكر كذلك عائلة الشهيد عبد الرحمن الشرطي على المهوار، وأشكر الأستاذ المحامي. نقطة خيرة نوجه واحد الشكر لرئيسة المجلس سناء تاع المجلس سعيدة على الاستقبال تاعها وعلى المعاملة تاعها وعلى كل ما قامته من اتجاهي أنا، عاملتني كابن لها وقالت لي ان شاء الله بربي نعاونك باللي نطيق عليه، وعاونتني والله يعطيها خير الدنيا والاخره. واش من المجلس؟ مجلس القضاء. مجلس قضاء سعيده. ما شاء الله. طيب. الرئيسه سناء اسكلها وندعو لها ربي في الواسمه الله يعطيها كل خير من الدنيا هذه. هي حلقه اليوم كانوا فيها يعني نماذج مشرفه وتزكيات لقضاه في البليده وفي بليده تيارت في وبليده ايضا وهذا الشيء نحن يعني ننقله بكل أمانة بما أنه ينبع من المواطنين بدون أي تأثير من عندنا. وصلنا إلى ختام حلقة اليوم مشاهدينا الكرام، أنا أشكركم على حسن المتابعة وأشكر ضيوفنا الذين جاءوا بقلوب مثقلة بالأحزان، ولكنهم سيغادرون بقلوب مليئة بدعواتكم أنتم المشاهدين لكل الذين تم اغتيالهم بطريقة همجية وحشية، ولكن الأكيد أنهم سينالون جزاءهم عند الله سبحانه وتعالى. برنامج عشت وشفت انتهى لهذه السهرة، ولكن موعدنا سيتجدد بكم الأسبوع المقبل دائما في نفس التوقيت وفي نفس القناة. إلى اللقاء.